السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بشرح آخر لعب في الكورس which is header files. ال header file باختصار هي ال library اللي أقدر أسويها include في البروجرام حقنا، بس إلى اليوم كنا نستخدم built-in library، يعني هي already معرفة في ال C++، لكن هالمرة بنجرب نسوي library خاصة فينا فيها functions على حسب احتياجنا. طيب أنا عشان أسوي هيدر فايل، أول شيء راح أفتح ملف ويكون نوعه project، تمام؟ والبروجكت هذا بفتح داخله two files، واحد راح يكون بصيغة السي بي بي، يعني راح أحط فيه يعني عادي نفس البروجرام اللي نحطه. بعدين الثاني لا، هو راح اللي يكون فيه تعريف اللايبراري حقتنا، ويكون صيغته يا اتش بي بي أو اتش كذا، أحط دوت اتش نهاية الاسم. هذه الصيغتين أحيانا بتشوفون إنه يحدد لكم اختاروا اتش دوت اتش يعني زي هذا، وأحيانا لا ما يحدد، فتقدرون تختارون أي شيء. بس الحين بوريكم بس كيف نسوي نفتح بروجكت من البداية. سو أول شيء نختار فايل، بعدين نيو، مو source file زي قبل، لا project. نختار empty project ونسميه، بسميه task 1 مثلا، بعدين نضغط OK. مهم مرة إن نحفظ في مكان عشان بعدين نحفظ كل الفايلز فيه عشان يشتغل project زين. بعدين نسوي save. الحين فتح لي هذا البروجكت. طيب أول شيء الملف اللي بتكون صيغته HPV وش لازم أكتب فيه؟ راح أسمي الهيدر فايل حقي، بس أول شي لازم أتأكد إن ما في أحد مسمي هذا الاسم، فأكتب fn define، مثلا بسمي max underscore h. في هذا اللاين أول شي يتأكد إن ما حد مسوي project ومسوي library نفس هذا الاسم، إذا كان في أحد مسوي نفس هذا الاسم فبيسكر وخلاص بيطلع error ده، وإذا صح خلاص بحط هاشتاج define وبكتب الاسم مرة ثانية. إيش الفائدة من هذا السطر؟ إنه يتأكد ما حد مسمي هذا الاسم، بعدين هنا إذا أوكي خلاص يسمي. بعدين هنا أبدأ أكتب الفانكشنز اللي أبغاها تكون معرفة في اللايبراري حقي. مثلا أنا هنا بسوي هيدر فايل ويكون فيه معرف function طلع لي الماكس، تاخذ two integer وتطلع الماكس فيهم وترجع. so بسوي عادي return value function max، كل parameter لها رقمين integer. إذا كان ال a أكبر من ال b معناته هو الماكس، so return a. إذا لا معناته ال B هو ال max، return B. خلاص أنا بس أبغى header file أو library يكون فيها معرف هذه الفونكشن. عشان أنهي هذا الفايل أحط hashtag n تمام كذا. أنا انتهيت من الملف الأول، بسوي له سيف، سيف أز، ولازم يكون في نفس المكان اللي أنا حفظت فيه البروجكت في هذا الفولدر، بسميه ماكس أو ماكس كذا. هذا راح يكون اسم الهيدر فايل دوت اتش بي في، وسوي له سيف. الحين بسوي الفايل حق المين، فايل عادي جدا، بس بسوي include اللايبراري سويناها قبل شوي، include iStream. إذا جيت أكتب اللايبراري اللي user defined library يعني أنا مسويتها،
ما أكتب هذه الأقواس، لا، بين كوتيشن مارك وأكتب الاسم. الاسم مش يكون نفس اسم الفايل اللي احنا كتبنا فيه الفانكشن، اللي هو ماكس دوت اتش بي بي. ليش استخدم هذه الكوتيشن مارك بدال هذه؟ الكومبايلر لما يشوف هذه الاقواس فيعرف ان هذه اللايبراري هي بيلت ان في السي بلس بلس، لكن لما احطها بين كوتيشن مارك فيعرف انها من اليوزر، فراح يبحث عنها هنا في نفس البرودكت، فتكون أسرع. بعدين عادي أكمل الكود لأني بستخدم السي أوت والسي إن. بعدين باخذ من اليوزر رقمين، بس أول شي خلينا نعرفهم، انتجر A و B، بعدين سي إن ال A وال B. الحين بسوي كول للفونكشن اللي سويناها هنا، كان اسمها ماكس وتاخذ رقمين بدون ما أكتبها في نفس الفايل، ماكس A B يعني return 0. الحين المفروض إنه ما يطلع لي error، لأن أوكي هذه الفونكشن مو موجودة في الفايل، بس أنا حاطة library الفونكشن معرفة فيها already، فالمفروض إنه يضبط. بس أول شي خلينا نسوي save لهذا الفايل، save as، بسميه نفس اسم الملف underscore main، يعني هذا الفانكشن، هذا الفايل اللي فيه كل الفانكشنز، ويكون نوعه cpp. الحين نسوي execute، بدخل 4 و8، المفروض يطلع لي 8 لأنه هو الماكس. أوكي، بس هذه الأشياء، بس أهم شيء نتأكد إن الفايلز هذه كلهم تنحفظ بنفس المكان حق البروجكت. شوفوا كيف كلهم نحفظهم هنا. طيب نشوف التاسك اللي أول، التاسك الأول distance length converter. An engineer needs an application to convert length and meter among different metric units. Write a C++ program to convert the meter. Okay. باختصار بياخذ من اليوزر رقم عبارة عن float، تمام، وبيكون بالمتر، ويبغاني أحوله إلى مليمتر وسنتيمتر وديسيمتر وكيلومتر باستخدام هذه الفانكشنز. طيب نفتح بروجكت جديد، نيو بروجكت، امتي، بنسميه اوكي، هاي قاعد يطلب اني لازم اسكر البروجكت اللي قبل، نحفظه في نفس المكان. فلوبتن، تمام، الحين حفظه، فتح لي فايل، فهذا الفايل اللي بكتب فيه الفونكشن. فأول شيء if and define، وبسميها convert. إذا أوكي ما حد مسميها define نفس الاسم، أرجع أكتبه. أوكي الحين خلاص سميتها وتأكدت إن ما حد مسمي نفسها، المفروض إني أكتب هذه الفانكشنز وأعرفهم في هذا الفايل، تمام، يكون كلهم نوعهم float. طيب الأولى convert من المتر إلى المليمتر، شوفوا هنا معطينا هنا المليمتر، هنا المتر equal 1000 مليمتر، معناته إذا جيت أبغى أحول متر إلى المليمتر بضربه في 1000، so return المتر
تايمز 1000. هذه الفانكشن الأولى اللي تحول من المتر إلى المليمتر. الحين 2 سنتيمتر return. سنتيمتر 10، لا هنا من المتر سنتيمتر 100. تمام، هذه الفانكشن الثانية. الثالثة الديسيمتر 10 return. طيب من الملي إلى الكيلومتر، هنا قال لي إن ال 1 كيلو equal 1000 متر، معناته المتر equal 1 over 1000 كيلو، so بقسمه على 1000 عشان أحول من المتر إلى الكيلو. return تكون قسمة على 1000. الحين كتبت الفانكشنز عشان أسكر end، بسوي سيف للفايل بصيغة هنا حدد لي بالسؤال دوت اتش، وهذا الاسم اللي يبغى. save as. بسميه بهذا الاسم في نفس المكان حق البروجكت اللي نسوي له سيف. اوكي، الحين سويت الفايل الاول، الحين لازم اضيف الفايل اللي هو حق المين، نيو فايل، وبكتب فيه include ال ice stream. بين quotation mark أكتب ال user defined function اللي هي نفس اسم الملف هذا، وأكتب الصيغة بعد ما أنساها using name space. طيب الحين بنسوي نفس السامبل run. أول شيء بنعرف float M نسي out please enter a distance in meter. نسوي لها سي ان في الام اللي نوعه فلوت، بعدين نسوي سي اوت سلاش ان. المليمتر وهنا بسوي كول للفانكشن اللي أنا مسويت لها ديفاين هنا اللي هي ملي هذه. بس لازم نحط نفس الفاريبل اللي احنا مستخدمينه في المين فهو ام، وما اكتب النوع. بعدين سي اوت سنتيمتر. أسوي الكول للفانكشن اللي تحول من المتر إلى السنتيمتر هذه. تمام، كتبت الكود هنا
خلاص الحين سويت سي اوت للكيلومتر والديسيمتر، المفروض اني احفظ الفايل هذا في نفس المكان. تمام. حطيت بعدين 40,000، 4,400، 0.04. أوكي، بس إنه نسيت أحط ال mm سنتيمتر كده. Okay, now task 2, string case converter. Write a C++ program that allows the user to enter any string and gives the user the options to change it to uppercase or lowercase or toggle case. ومعطيني هنا ال functions اللي يبغاني استخدمهم. بحول ال string اللي يعطيني إياه إلى حروف كبيرة أو صغيرة أو mix على حسب. أطبقها لازم استخدم ال function is lower is upper to lower to upper. فراح أسوي include لل library حقت ال string وال CC type. So أول شيء خلينا نسميه fn defined string underscore age define اوكي. الحين اكتب الفانكشنز اللي اعطاني اياهم. طيب الفانكشن الاولى نوعها void، تاخذ السترينج وتحوله الى upper case، ما يهم هل الحرف upper او lower، على طول بحوله الى upper case. so اول شيء بسوي for loop عشان امشي على كل الحروف الموجوده، والكونديشن بيكون على حسب السايز حق السترينج. فاحنا عشان نحدد السايز حقه او اللينك بهذه الفانكشن دوت لينك وأقواس مفتوحة بعدين I بلس بلس. فهنا ال I تعد من صفر إلين آخر حرف في السترينج، بعدين بقول إن is string of I equals بستخدم to upper. هذه function موجودة في ال library حقت ال string include string. عادي هنا أقدر أستخدم library زي ال iStream زي ال string، أقدر أسويهم في هذا الفايل. بعد بنستخدم ال iStream. وبنستخدم CC type. بعدين بحول كل حرف إلى upper، أكتب هنا اسمه. بعدين بعد ما يحولها cout لأنها void function ما أقدر أرجع للمين، بطبع الstring. هذه الفانكشن الأولى اللي بعدها نفس الحركة، بس إنه بنغير ال built-in function، بدل ما يحولها إلى upper to lower. تمام، ويطبعها نفس الشيء. هنا في التوجل لا، بيكون أول شيء لازم يشيك إنه هل ال string if ال str of i، أو ما أكتبها كذا، is lower. هذه بعد function موجودة، وأكتب of i
إذا كان lower راح يتحقق الشرط ويدخل داخل ويحوله to upper إذا كان lower. else معناته إن upper فحوله to lower. هذه كلها قد جربناها من قبل، بس هنا الفكرة في ال header file. بعدين بسوي cout لل string. خلاص خلصت ال function، بسكرها end up، بسوي سيف للفايل. الاسم اللي هنا هو بيكون اسم الهيدر فايل، سو خلينا نسميه string converter dot fetch. بسوي له سيف نفس المكان. الحين بفتح فايل ثاني حق المين، هنا دام اني مستخدمة ال include iStream لازم احط ال using namespace. لأن هذه السطرين حقت الـ iStream وحقت الـ using namespace أنا أستخدمهم عشان أقدر أطبق الـ cout والـ cn، مو شرط إنه يكون عندي main function. وهنا بكتب الـ header file حقي include بين quotation mark، أكتب نفس اسم هذا الملف string converter dot h. طيب في المين فانكشن أول شيء بيكون عندنا string variable بسميه name، بعدين بطلع رسالة اليوزر enter string to be converted، بعدين بسوي له cn في name. الحين بطلع لهذا المنيو، سوي سي اوت سلاش ان سلاش ان، هذه كلها سي اوت يعني اقدر اخليهم في نفس اللاين بس بحطهم تحت بعض. آخر لاين اللي هو هذا your choice بعد سي اوت، فبيكون عندنا integer choice عشان يدخل واحد أو اثنين أو ثلاثة، وبناء عليه بسوي ال if condition. so هنا بسوي ال cn choice، بس خلني أرفع هذه هنا. بعدين بعد ما يدخل ال choice بسوي call لل function بناء على ال choice اللي دخل. so if the choice equal equal when، بسوي call لل function اللي تحول to upper هذه.
ولازم يكون ال actual parameter نفس ال variable اللي موجود في المين اللي هو name as if إذا كان ال choice equal equal 2 معناتها الحالة الثانية ال lower وهنا نحط النيم لأنهم void functions ما أسبقهم سي أوت أو variable ثاني كذا else له واحد ولا اثنين معناته ثلاثة هنا ما قال لي طلع اليوزر إنه error message فخلاص أنا بعتبر إن else هو ثلاثة مو أي رقم ثاني so else بنسوي call لل function اللي تحول mix control z name خلاص بعدين نسوي return zero أول شيء أسوي save للفايل string underscore main بس كذا خلصنا وحفظنا الفايل فالمفروض يضبط اوكي في غلط هنا الحين النيم في سبيس فالمفروض ما احط سي ان احط جيت لاين واحد حولهم كلهم ثلاثة حول بعضهم بس كذا أهم شيء إنكم تركزون على أماكن البروجكت وإن الفايلز تكون محفوظة بنفس المكان ويكون عندكم فايل امتداد يكون .h أو .hbb ويكون هذه أساسيتكم في البداية بعدين تكتبون الفونكشن اللي تبغونها إذا احتجتوا library عادي تقدرون تحطونهم بالأخير تحطون end if هذا الفايل اللي فيه الهيدر فايل يعني وهنا المين العادي إذا جيتوا تحطون library حقتكم تكون بين quotation mark وتحطون الاسم نفس الفايل ذا ويكون الامتداد موجود وتكون محفوظة يعني في البروجكت هذه أهم شيء بس